مساء الخير مشاهدينا في مختلف أرجاء الوطن العربي. بنرحب فيكم في حلقة جديدة من بيت للكل من ماسبيرو القاهرة. هاي الحلقة إن شاء الله رح تكون حلقة غنائية مميزة ومختلفة، مجموعة من الشباب المصري بأصوات ودرجات مختلفة جمعتهم الموهبة من خلال فرقة، هذه الفرقة هي فرقة أكابيلا المصرية. فمنرحب فيكم في بيت للكل، واسمحوا لنا أيضا مشاهدينا أنه أرحب في زملائي طبعا أحمد وشافكي وسلام. أهلا وسهلا. مساء الخير يا لانا. مساء الخير. مساء الخير شافكي. مساء الخير سلام. طبعا اليوم الموضوع يجنن، خاصة في نحكي عن بالنسبة لك أكيد ده طبعا بالنسبة أحمد لكم حيث الشعر والغناء والطرب. طبعا أنتم كلكم تحبون الطرب والغناء والشعر طبعا، يعني طبعاً. مو بساني حتى نحاز لهذه المنطقة. وحقيقة يمكن اليوم الحلقة حتى على المشاهدين خفيفة، راح يستمتعون. وخاصة ذكرتي بأن فرقة أكابيلا المصرية هذه الفرقة تدريباتها غير صحيح. يعني البعض معتادين بأن يشوفون الفرق أو الجوقات الموسيقية تقدم بآلات موسيقية، اليوم صحيح. حيشوفون الإنسان بجهده الذاتي يقلد صوت الآلة، ممكن يقلد صوت الكمان والناي والجيتار والبيانو، فمن يطاوع الإنسان صوته وبتدريبات معينة وبعدد كبير يكون 40 شخص أو أكثر، موضوع جدا صعب. حاولت أنا بما أنه أنا شوية بمجال الموسيقى حاولت أقلد هذا الشيء، جدا ما نجحت فيه، رادة تدريبات عالية. فكرة يا أحمد، فكرة أنه صوت الإنسان قد يسبق الآلات يعني، ودي حقيقة. الإنسان لما توجد على جزر وعاش على جزر قدر يعمل بصوته الناي صح، وقدر يعني فكرة حتى المناداة انك تنادي او انك تقللي صوتك او تطلعيه، فاعتقد ده من نفس الافكار انه تقدر انت بصوتك يعني تكون انت الآلة الموسيقية. هو اصلا اي لحن لاي اغنية هو بيبدأ من الملحن بصوته بحنجرته، بيختار كيف النغمة تكون بيس، تكون سوبرانو، وهذا بالتحديد نوع الغناء اللي بيقدموه هاي الفرقة ومن الشباب والشابات بالبيس بالصوت الرجالي والسوبرانو اللي هو خلينا نختبرك الطبقة انا وشافكي، ولأن نعطيك صوت آلات والتقلد بالضبط. هي الطبلة والكونترباس ايوه يعني مش انا مصرية وموجودة هنا، بس لأنه الفرقة حديثة يعني والفن موجود في أوروبا، فأنا كمان يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي لما ظهرت الفرقة، اللي هو مين فين وإيه كل، وهتلاقوا أعداد كتيرة وأصوات كتيرة. يعني أنا كمان ببقى منبهرة يعني لسه بيبهرونا في مصر بأفكار وحاجات حلوة. وأكتر حاجة عارفين هتعجبكم إيه؟ هي كمية الشباب. أنا بحب طاقة الشباب، فهنشوف الحقيقه طاقه من الشباب، الكل بيغني وهتحسوا هما بيغنوا ان انتوا عايزين تقوموا تغنوا معاهم بالظبط، وساعتها هنصدق ان اصواتنا حلوه على فكره. الصوت مو كلش جيد يضيع الاصوات اللي تكون كبيره، عشان يمكن مثل هذه التجربه اريد، بحيث يعني انا سعيد بان انقل هذه التجربه للعراق. عندنا فرق، عندنا اصوات شابه جميله، بس هذه التجربه يعني مصر كانت بها رياده بعد اوروبا بقضيه الاكابيلا مصريه، حقيقه نتاج مهم، نتمنى بان نشوفها بالعراق وبالاردن وفلسطين. تمام، بس لو هتنقلها العراق نكون معاك عشان طبعا كلكم تتنورون، هو بلدكم انا بدون دعوه. ان شاء الله يدوم العراق بسلام. يعني انا عم يعني الفرقه بتفرج على كيف عم بيعملوا البروفات. هلا طبقات الصوت يمكن احنا كمذيعين بنعرف يعني وادرى في هذا الموضوع، لانه في طبقات للصوت وفي تون وفي الصوت، يعني زي انت بتعزف عود فبتعرف شو يعني اوتار العود والغليظ والرفيع، فشبهتهم انا زي كانه في مدرج بيجي ببلش سلم موسيقي، سلم موسيقي بالضبط، فبناء على هيك هم بيتوزعوا. أكيد. أنا عموما سعيدة جدا إن احنا بننقل التجربة دي من هنا من بيت للكل، بننقلها لكل شاشاتنا العربية ويشوفوها مشاهدينا في فلسطين والأردن والعراق ومصر. إيه رأيكم نبدأ ونشوف الفرقة ونرجع نكمل كلامنا في بيت للكل؟ هندوس هندوسة ما يهمناش كلامها الناس ولا الفلوسة وادينا وعارفين مفيش جرح ملوش دواء وادينا وعايشين مسطورة ومبسوطين وادينا مش خايفين المهم احنا سوا هندوسة ما يهمناش كلامها الناس ولا الفلوس وادينا وعارفين مفيش جرح ملوش دواء وادينا وعايشين مسطورة ومبسوطين وادينا مش خايفين المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بايدينا رجع زمان ايه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان هنعيش لو فيها أو مفيش أيامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وأحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضه بإيدينا فيها إيه لو جت علينا المهم إحنا سوا هنعيش لو فيها أو مفيش أيامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عايشة وأحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضه بإيدينا فيها إيه لو جت علينا المهم إحنا سوا ونسينا كل اللي كان بإيدينا نرجع زمان إيه يعني هنعيشها تاني ونتعب شوية كمان. زي ما حكينا مشاهدينا حلقتنا لليوم من بيت للكل هي حلقة مميزة ومختلفة عن باقي أنواع الغناء. مجموعة من الشباب المصري الذي لديه مواهب متعددة لكن موهبته في هذا النوع من الغناء جعلتهم يتجمعوا مع بعضهم حتى يشكلوا فرقة. هذه الفرقة هي فرقة غنائية، فرقة أكابيلا المصرية. سمعنا عن هاي الفرقة لكن شو تفاصيلها؟ كيف تجمعوا؟ وما هو هذا النوع بالتحديد من الغناء؟ كيف تجمعوا؟ جمعهم أيضا الدكتور المايسترو للفرقة مازن دراز. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. مساء الخير دكتور، منورنا في برنامج بيت للكل. حقيقة سعداء بهذه الوجوه الشابة الجميلة من خلال هذه الفرقة. دكتور اللي نتساءل في بعض الأحيان حتى اللي يسوي مؤلف معين يختار العنوان حتى يجذب المتلقي والمشاهد أو القارئ. اليوم من خلال هذه الفرقة اختاريت اسم أكابيلا مصرية، ليش اختيار هذا العنوان بالذات؟ الموضوع جه من أني كنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بشكل الأكابيلا، والأكابيلا باختصار أن الأصوات البشرية هي اللي بتقوم بدور الآلات الموسيقية. فكنت عايز أقدم فريق بيقدم الغنى بهذا الشكل من خلال أغاني مصرية، فعشان كده جاء الاسم من هنا أكابيلا مصرية. مايسترو دراز، كيف تكونت هاي الفرقة؟ احكي لنا شوي أكثر عن عمرها كمان وكيف انسجمتوا وتناغمتوا مع بعض. هو الحقيقة احنا الفرقة ميلادها كان قريب، من حوالي 7 شهور، كنا في أواخر شهر 9 يعني انطلقت الفرقه في التاريخ ده، في التوقيت ده. الموضوع جه من اني كنت بدرب السنين اللي فاتت منتخب الموسيقى والكورال لكذا جامعه، يعني جامعه القاهره والاكاديميه الفنون، والحمد لله كنا بناخد دايما المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه. عرفت في السنوات اللي فاتت اصوات كتير حلوه، يعني كتير في العدد وكتير في حلاوتها، يعني قد ايه موهوبه، اصوات تستحق ان هم ياخدوا فرصهم. فطبعا على مدار الفتره اللي فاتت اتكونت كتير لي علاقات بشباب كتير قوي صوتهم حلو، ولاد وبنات، ومع الوقت تخمرت جوايا فكره الاكابيلا، وليه ما نستغلش الاصوات الحلوه دي كلها الفاهمه والدارسه ان احنا نقدم بيهم هذا الشكل الاكاديمي الصعب. بس ومن هنا اتولدت الفرقه يعني. طيب انا سؤالي اولا، يعني ما شاء الله الفرقه جميله ومشرقه كمان بالشباب، يعني الغنى والشباب، فالفكره حلوه، لكن ده خلينا نعرف الناس ايه هي الاكابيلا، يعني ادينا امثله يعني موجوده. انا عارفه انه طبعا الموسيقار الكبير محمد فوزي عنده اغنيه من الاغاني وهو مميز بيها جدا، طمني كلمني، كلمني طمني، كلمني طمني، والاصوات. فادينا هي ايه بالظبط يعني عشان الناس برضو تبقى قريبه منها. طيب هي الاكابيلا باختصار ان الغنى بيقدم من خلال الاصوات البشريه الاصوات البشريه هي اللي بتقوم بدور الالات الموسيقيه. ده باختصار شديد جدا. طبعا اول من قام يعني بالتجربه الجريئه دي وقتها كان الفنان طبعا الكبير العظيم محمد فوزي، كان سنه 56. طبعا الكلام ده في الخمسينات، كان زمان جدا، الفكره سابقه عصرها سنين كتير قوي. فهو قدم اول واحد اقدم على الموضوع ده. بمرور الوقت في محاولات كتير لان ناس كتير قدمت أكابيلا وقدمت الفكره من خلال فرقه، من خلال مجموعه. فجت من هنا فكره ان يبقى معايا فريق بيقدم كل الغنى أكابيلا ويقوم بحفلات بشكل الأكابيلا وكده. بس فهي جت من هنا. بدايتها كانت طبعا سنه 56 مع الفنان محمد فوزي. مايسترو، اكيد احنا طمعانين نسمع اكثر من هاي الفرقه لانه اصوات رائعه باداء جميل ورائع وخيالي، يمكن لانه احنا شفنا كيف الطبقات الصوت وكيف كمان هم بيمثلوا كمان دور الموسيقى، يعني بيقوموا في الغناء وفي الموسيقى نفسهم باصواتها. مظبوط. فخلينا نسمع مع بعض أكابيلا. حاضر. Dum 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 لفّدوا دماغي، لفّدوا بقيت ماشي يا حبيبي بتلفّد، همومي خفّدوا همومي خفّدوا وإيدي جفّدوا كفاية لفّدوا، لفّدوا دماغي، لفّدوا بقيت ماشي يا حبيبي بتلفّدوا، همومي خفّدوا همومي خفّدوا وإيدي جفّدوا كفاية لفّدوا، لفّدوا في انهيار وفي سهر بالليل قلبي اتغفل، تكويلة عقلي طار ورمى نفسه في نار، ده بقى طار ده بقى طار، في انهيار وفي سهر بالليل قلبي اتغفل، تكويلة باختصار يا ما شاء الله عليك جبار، على حبك قلبي اتسستم كده قلبي طلع من الأم أم، بقى زي الطبلة يدمدم ركتة 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 دمدم دمدم ركتة دمدم ركتة ركتة دمدم ركتة دمدم دم دم ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم دم زبدم ويا مزبدم سمع دقدم قلبي دبدم ويا مزبدم ويا مزبدم وصوت يوم تروح مربدم ردم زودم حبيبي زودم على جمالك انا عايز اتعودم، لا انا بجملهم ولا بجودهم، لا في قمر يوم لمحك حود، زودم على حبك قلبي اتسستم كده قلبي طلع من الام ام، بقى زي الطبله يدمدم ركتة ركتة ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم 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 ركا دم دم ركا تكا تكا دم دم ركا دم دم دم. مايسترو مازن، الآن أكيد في معايير معينة وصفات معينة يمكن في طبقات الصوت حتى يتم اختيار الشخص حتى يغني في فرقة أكابيلا، لأنه هذا يختلف عن باقي أنواع الغناء الأخرى، لأنه أحيانا قد يكون جماعي زي ما احنا شفنا، وأحيانا قد يكون سولو لحاله، يعني الفرد لحاله هو اللي بيطلع بغني. فخلينا نحكي عن المعايير، كيف بتختار الشاب أو الفتاة حتى يكون من فريق أكابيلا؟ هو اولا طبعا لازم الصوت يكون سليم والودن سليمه جدا، يعني في اصوات حلوه بتحتاج شغل شويه، محتاج تمرين اكتر، محتاج شغل اكتر، وفي اصوات الدراسه اثقلتها، وفي اصوات الموهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى تبقى عظيمه جدا. فعلى هذه الشكله بقى في قدامي اصوات كتير حلوه، صوت سليم جدا وودن سليمه جدا، اقدر اشتغل بيهم. طبعا تقسيم الفريق هو تقسيم اكاديمي جدا، تبع تقسيم الاصوات للرجال وللنساء. يعني مثلا اصوات الرجال طبقاتها او المراحل بتاعتها عندي الباص والباريتون والتينور، وكذلك في الاصوات النساء عندنا الالتو والسوبرانو والميتو سوبرانو. فالاصوات في الأكابيلا مقسمه بهذا الشكل، التو التو وسوبرانو وميتو سوبرانو وباريتون وتينور. ده تقسيم فريق الأكابيلا الحالي اللي بنشتغل من خلاله. طبعا انت بتحكي مصطلحات في علم الاصوات. ايوه مظبوط. ده تقسيم الاصوات للرجال والنساء من الغلظ الى الحده. ايوه وكذلك للنساء من الغلظ الى الحده. فمن هنا جه تقسيم الفريق ان هو مقسم بهذا الشكل، بحيث ان كل خط من كل قسم من الاقسام دي بيقول خط من الخطوط الهارمونيه. وبهذا الشكل بيقوموا مكونين اللي احنا سامعينه ده الشكل الانسجام. بالظبط. لازم طبعا يكون في، ما هنا الودن لازم تكون سليمه، لان انا بقول خط وفي جنبي حوالي 3 4 أو 5 خطوط شغاله جنبي، فلازم انا اكون صوتي كويس وداني كويسه عشان اقدر احافظ على التون بتاعي واقدر ان انسجم واتجانس مع بقيه الخطوط. دكتور، هذا اللي تتحدث به حقيقه جميل. يمكن انا من ضمن هواياتي اعزف آلة العود، عندي اطلاع يعني بالموسيقى خاصه بالنغم بالمقامات هذه الامور، بتقسيم الاصوات. اليوم حضرتك تحدثت عن شيء جميل، تقسم اصوات النساء واحد والاصوات الرجاليه تختلف طبقاتها. يمكن اللي يتابع هذه الفرقه لاول مره يقول كيف ممكن تقسيم الشابات والشباب اصواتهم تطاوع تكون آلة موسيقيه، يعني مثل ما نعرف الآلات الشرقيه تختلف عن الآلات الغربيه، ممكن الجيتار يختلف عن الكمان وعن العود وعن الآلات الإيقاعية. تشرح لنا عن قضية توزيعهم أصواتهم كآلات، كيف يكون عمليات التدريب، وهل هناك أغاني لا يصلح بأن فرقة الأكابيلا أن تغنيها؟ هو طبعا زي ما قلنا من شوية أن هم الأصوات متقسمة بحسب طبقاتهم كرجال وكنساء. كل خط بيقول أو كل قسم بيقول الخط اللي يساعده أو اللي يساعد المستمع إنه يقدر يميز إن ده غنى وده إيقاع. فالخطوط الهارمونية بشكل كبير بتقوم بدور الإيقاع أكتر، اللي هو ممكن يقوم بيه الكيبورد مع البيس جيتار مع آلة الريتم أو الإيقاع. وكذلك الخط المين اللي هو بيقول الغنى الميلودي الرئيسي، وكذلك الخطوط الهارمونية الأخرى. فكل ده أنا بحاول ادمجه ببعضه بحيث ان هو يديني شكل وكاني انا مش محتاج اسمع جنبه آلات موسيقيه. قد يحتاج وقت للتدريب طبعا. ساعات؟ لا مش ساعات طبعا، محتاج شهور اشهر، بس اقصد باليوم الواحد للتدريب. حوالي 3 4 ساعات مثلا، 3 4 ساعات تقريبا في البروفه الواحده. طيب ده هيخليني برضو اسال، لانه يعني هو بحس ان اكابيلا بتجمع ما بين وكاننا مثلا زي اصوات الاوبرا، يعني اللي هي فيها القرار والصوت العالي يعني فانت كانك بتنفذ ولكن من خلال اغاني عربيه. مظبوط. احنا يعني الاغاني العربيه اللي بتغنيها اكابيلا، قول لي مثلا هل بيبقى في تحليل للاغنيه الاول؟ يعني بتتحلل لان الاصوات هي اللي هتقوم بصوت الات كتير وبعدين يتم تنفيذها. هل حصل مره انه حاولتوا مع بعض الاغاني ولم تنجح انها تتغنى بصوت بطريقه اكابيلا؟ لا ما حصلش يعني ممكن بشكل، مش عايز اقول اعمم قوي، بس هو كل اغنيه احنا اخترناها احنا نفذناها بشكل اكابيلا ونجحنا الحمد لله فيها جدا ان احنا نظهرها بشكل الاكابيلا. يعني بتختاروا الاول، انت الاول بتبقى حضرتك طبعا بما انك متخصص فانت بتختار الاول انه نوعيه الاغاني دي تنفع وبعدين تنفذوها. صحيح. هل كان نفسك في اغنيه، يعني سؤالي بشكل تاني، انا فاهم، كان نفسك في اغنيه وبعدين قلت يا خساره مش هينفع بقى مع اكابيلا؟ والله دلوقتي ما حصلتش معايا. ما حصلتش يعني بتطوع. انت بتطوع بالظبط، لان فعلا احنا نقدر نعمل اي اغنيه، نقدر نعمل اكابيلا حتى على فكره لو ما كانش فيها ثراء كبير قوي احنا ممكن نضيف فيها خطوط. اغاني السيده ام كلثوم مثلا. اوكي طبعا. لا نقدر طيب. نقدر، بس هي بتحتاج طبعا رؤية. بتحتاج رؤية معاصرة، وبتحتاج برضه اصل التراث عندنا فيه يعني لازم يكون في امانة في التوصيل للتراث بالذات. تمام. فاي اغنية لأم كلثوم او عبد الوهاب او تراثنا الحلو ده العظيم لازم نوصله تحافظ على اللحن. بالظبط. فالحكاية فيها شوية مخاطرة. أيوة. فالاغاني اللي احنا بنقدمها حتى لو حضراتكم ان شاء الله تسمعوها اغاني كلها جديده، بحيث ان انا الشكل الاكاديمي اللي انا بقدم بيه الاكابيلا مش عايزه المتلقي يحس ان احنا الحكايه اكاديميه قوي وبتاع. لا، الحكايه احنا مقدمها بشكل اكاديمي علمي مظبوط، وفي نفس الوقت اغاني الشباب بيحبوها وبيقبلوا عليها. نعم مايسترو دراز، يعني اوقاتنا بتحلو معاكم، خلينا نسمع شوي زياده من هالفرقه العظيمه. اوكي باذن الله. يجيني تروح لي بعيد وتملي ناسيني وشوقي يزيد واقول له يجيني يروح لي بعيد بايعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني هوا وتعبني معاه واتاري قلبه خالي بايعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني هواك وتعبني معاه واتاري قلبه خالي يا عيني يا ليل ده اللي قلت عليه حبيب ولا جاب ولا مال ولا ليله كان قريب روح وقوله حالي ايه قوله لي قلبه قاسي ليه هون الشوق عالي وروح يا ليل اللي ناسي روح وقوله حالي ايه قوله لي قلبه قاسي ليه هون الشوق عالي ايام ترميني وسنين تروح وخياله في عيني مش راضي يروح ايام ترميني وسنين بتروح وخياله في عيني مش راضي يروح بايعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي وتاني قلبه خالي يا عيني يا ليل ده اللي قلت عليه حبيب ولا جاب ولا مال ولا ليله كان قريب. ما شاء الله رائعين هالفرقة العظيمة ويعطيك ألف عافية ماستر. شكرا. نحكي شوي أكثر عن غناء السولو، يعني هاي المهمة أحيانا بتولاها يعني مغني أو مغنية من الشباب والصبايا، بس هذا أحيانا بجوز بيخلق غيرة ما بين الزملاء، يعني بتخيل إنه بيكون كل حدا حابب إنه يبرز موهبته ويكون حاضر على المسرح بشكل السولو. كيف بتنسق هذا الموضوع ما بين المغنيين والمطربين؟ طبعا الفريق كله أصوات جميلة وأصوات قوية، وعلى أساسها الفريق اتبنى يعني. بس أنا بيهمني في المقام الأول هو الغنى الجماعي اللي هو بيبرز فكرة الأكابيلا في حد ذاتها، بس في نفس الوقت أنا ببقى حابب طبعا إن الأصوات دي تاخد فرصة الغنى السولو، وخصوصا ان هم يستحقوها يعني. فطبعا ممكن يكون في طبعا مش هقول غيره يعني، حته تنافس طبعا، تنافس طبيعي. هم كلهم كمان الحمد لله مجموعه متجانسه ومتالفه واصحاب هم كلهم في بعض. بس يعني ماشيه بمبدا تكافؤ الفرص، يعني المره دي احنا مثلا ظهرنا بمجموعه، ممكن المره الجايه نظهر بمجموعه اخرى وهكذا، في كل مره يبقى في فرصه لمجموعه اخرى من الشباب ان هم يظهروا في الغنى السولو. هلا احنا بعد ما شاهدنا الفرقه يبدو انه العدد ما شاء الله كبير، هلا بدنا نتعرف كم عدد اعضاء الفرقه من الذكور ومن الاناث الشباب، وممكن تتوسع تستوعب انه يكون في عدد اكبر من هيك؟ هو العدد الحالي للفريق 40. وطبعا يعني بلشتوا من البدايه في 40؟ لا، البداية كانت أقل، وبعد كده مع الوقت بقينا نستوعب أصوات تانية، وان شاء الله في الفتره المقبله هيبقى في اصوات اكتر، لان في الحمد لله شباب كتير اصوات جميله جدا عايزين يقدموا في يعني يلتحقوا بالفرقه وكده، فده ان شاء الله هيحصل مع الوقت. عمليه الضبط سهله لهم لهذا الرقم، كيف كمايسترو تضبطهم يعني؟ ما على فكره الفريق الاكابيلا ممكن يبقى 60 و80 واكتر، خصوصا ان هو خلاص في سيستم للشغل نفسه محطوط، فخلاص انا مثلا سمعت اصوات كتير حلوه ببقى تصنيف الصوت ده ايه كذا، تينور، باريتون، سوبرانو، التو مثلا، فبيتوظف بيتسكن في مكانه وبنبتدي نشتغل. بالعكس ده بيدي ثراء اكتر لشكل الأغنية. مايسترو انا سعيده اولا ان انتوا زي ما انت قلت في البدايه ان انتوا بتقدموا اغاني جديده واغاني حديثه، لانه الفرقه اللي من الشباب دي كمان بيحبوها الشباب يعني بيغنوا معاها. فبتجربتك مع اغنيه حماقي ما بلاش، والاغنيه دي جميله اصلا جدا، وحماقي عامل فيها تكنيك كمان حلو في الموسيقى قوي، ازاي انت قدمتها وازاي قدرت مع أكابيلا وبستايل أكابيلا إنها تمشي وتنجح بالطريقة دي؟ والله هي الأغنية حالة خاصة ومختلفة تماما، وليها عندنا دايما في يعني حالة إنسانية بتلمسنا كده من جوه، فهي جت من هنا يعني ولما سمعتها فحسيت إن ده يطلع منها شكل أكابيلا جميل جدا ويكون قريب جدا من الأغنية الأصلية، بس فجت من هنا واشتغلناها وطلعت الحمد لله بهذا الشكل. شافكي الظاهر احد وصل لها وسمعت الاغنيه من ورانا يعني. احنا ما سامعين الاغنيه، فاحنا كلنا طمع بين وجود الفرقه. مش قاعده بلعب هنا في مصر. لا طبعا. فيا ريت يعني ولو نتعبك اليوم، بس احنا طماعين بسماع الجمال، خاصه هذه الاغنيه اللي كنا نحبها كبلدان عربيه ونسمعها بصوتك ويا هاي الفرقه الجميله الشابه. يا ريت. حاضر باذن الله. يلا تفضل دكتور. Bum 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 bum. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني، قولي مالك، قولي مين. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني، قولي مالك، قولي مين. الحقيقة إن الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقاء كانوا بإيدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش إن ده الحضن الأخير، كنت سيبني لحد آخر لحظة جنبك، سيبني أقولك قد إيه وإزاي بحبك، مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، واشوفك يوم على خير. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب اراضينا، ما بلاش شيء عن تاني ما بلاش. كل مين هيملى في يوم مكانك، كل مين يعوضني حنانك، كل مين في حزني خلي بالك، كل مين. دكتور طبعا استمتعنا، يسلم صوتك، وهذا الاحساس العالي اللي عيشتنا باجواء لامسه شغاف القلب مثل ما نقول احنا بالعراق. شكرا. حقيقه اللي سمعناه هي اكثر الاغاني المصريه. نعرف بان احنا الطرب وهذا الفن الكبير، مصر الولاده بالكثير من الاسماء على كل اصعده، صعيد اللحن والنص الغنائي والاصوات التي قدمت الاغنيه. احنا طماعين كعرب نسمع اغنيه ممكن تكون للعراق، لفلسطين، للاردن. اكو تجارب عربيه باداء اغاني غير الاغاني المصريه؟ والله هي في خطتنا، يعني هي في خطتنا ان احنا نقدم اغاني برضو للدول العربيه برضو وللدول الاجنبيه كمان. يعني هي في خطتنا ان احنا نعمل كده، بس بقدر الامكان انا عايز احافظ على هويه الكيان، بس طبعا ده ما يمنعش ان انا عايز اقدم ده، وان شاء الله ده هيحصل. يعني ممكن اذا صارت حفله بالعراق وبلدان راح يطلبوا من عندهم اغاني لهذا البلد. تشرف يا ريت ان شاء الله. تشرف طبعا، على راسي. بالضبط. هو مايسترو، يعني تركيب الحفله كيف بيكون ملائم للمكان اللي بتكونوا موجودين فيه، ملائم لنوعيه الجمهور اللي راح يتلقى هاي الاغاني. ممكن تغنوا لاطفال، مجموعه اطفال يكونوا حاضرين، او ل فئه عمريه مختلفه. كيف يتم تركيب الاغاني مع مكان الحفله بشكل عام؟ هو طبعا احنا يعني احنا ميلادنا كان قريب، يعني من كام شهر، وعملنا الحمد لله كذا حفله، وكان الموضوع فيه شويه يعني شيء مرعب بالنسبه لي ان انا اقدم حفلات بهذا الشكل، لان انا متعود ان انا اقدم حفلات عادي باوركسترا ومزيكا وكورال وسوليستات، يعني ده شيء طبيعي. هو ما كانش طبيعي ان انا اقدم حفله، كانت اول حفله بالنسبه لي، كانت مرعبه جدا، لان هي قائمه على كده، يعني قائمه على الاكابيلا، على ان الفرقه الحفله كلها من غير اي آلة موسيقيه، هتقوم بس بالشباب بس. فالحمد لله ده لما حصل ونجح، ده اداني دفعه وشغف اكبر اننا يعني نستمر في الموضوع ونطوره باذن الله. السوشيال ميديا يعني ضروريه وجدا هلا في انتشار اي عمل، يعني سواء كان فني او غير فني طبعا، لكن اكابيلا فعلا يبدو انه السوشيال ميديا اثرت فيها، ويعني ونجحت من خلالها كمان، وصلت للناس الحمد لله. ضروري السوشيال ميديا في يعني كأداة رئيسيه واساسيه بتستخدموها حتى الناس تعرف اكثر عن اكابيلا، ولا كيف هي السوشيال ميديا بصفه عامه بقت طبعا وسيله انتشار كبيره جدا جدا يعني ومرعبه. واحنا حاولنا، يعني احنا بنجتهد، يعني الى الان احنا بنجتهد ان احنا نوصل فكرتنا للناس باكبر شكل ممكن من خلال السوشيال ميديا. فده اللي احنا بنجتهد فيه وبنحاول فيه ان شاء الله، ولسه يعني ان شاء الله هنطوره اكتر باذن الله. طيب اكيد احنا واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا، انت بتقدر تطلع لايف على السوشيال ميديا، تقدر تاخد تعليقات، الناس كانت بتعلق ايه؟ لانه السوشيال ميديا قطاع عريض وبيروح لناس كتيره. ايه اكتر التعليقات؟ كانوا بيطلبوا اغاني مثلا، بيعلقوا على نوع اغاني معين، بيعلقوا على اصوات معينه، التعليقات كانت عامله ازاي؟ هو طبعا تعليقات الناس الحمد لله رب العالمين بنسبه كبيره جدا جدا ايجابيه، والحكايه بحسها بتلمسهم، يعني ايه اكتر الاغاني اللي نجحت قوي مع السوشيال ميديا؟ ممكن ميدلي اعلانات رمضان. ميدلي اعلانات رمضان يعتبر اكتر حاجه، هي اكتر حاجه تعبنا فيها الحقيقه اعلانات رمضان. يعني اغاني اعلانات رمضان في العشر سنين اللي فاتت ارتبطنا احنا باغاني كتير صح حلوه جدا، فجت لي الفكره من هنا ان نعمل منها ميدلي بشكل الاكابيلا، ودي كانت حاجه قد ايه يعني مرهقه، بس الحمد لله، بس على قد التعب، على قد ما الحمد لله لا تجاوب، صداها كان كبير الحمد لله رب العالمين. دكتور، من خلال هذا الصدى حقيقه احنا هنا مستمتعين. يمكن دكتور انا سالتك ايش قد عدد الفرقه، هسه لو بينا احنا انا وسلام وانا وشافكي ننضم لهذه الفرقه ونجرب حظنا وياهم. ايوه بالظبط. يمكن اليوم احنا نسال بعد هذا المنجز حقيقه والتدريبات اللي جدا صعبه شفتها والايقاع والانضباط وكل هذه الامور، شنو طموحك بالمستقبل؟ وين تريد توصل بهذه الفرقة؟ شنو الأشياء اللي ممكن تضيفها وتطور من إيقاعها وأدائها؟ هو طبعا فرق الأكابيلا اللي بهذا الشكل موجودة أكتر في أوروبا. أنا حلمي إن فرقة الأكابيلا أو أكابيلا مصرية بالتحديد تبقى من فرق الأكابيلا المعروفة في العالم، يا رب. اللي تقدر تقدم ويبقى ليها عدد أكبر ويبقى ليها صدى أكبر في مصر وبره مصر بإذن الله. بإذن الله. طبعا دكتور، يمكن احنا جدا سعداء استمتعنا بهذه الاجواء المميزه من فرقه أكابيلا مصريه. دورنا نتمنى لكم التوفيق حقيقه على جهدكم اللي جاي تقدموه، وايضا هذا لون غنائي مميز يضيف لمصر بان تجربه رياديه بتكون على مستوى الوطن العربي. نعرف احنا الفرق الاوروبيه وكانت البدايات الاولى لفرق الأكابيلا عالميا، فان شاء الله التوفيق ونشاهدهم بالمستقبل مثل ما انت تطمح ومثل ما انت تريد بان تكون فرقه عالميه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، ونتمنى نسمع قدود حلبيه، موشحات، يعني هاي اكيد طبعا حتلائم نغمه الأكابيلا بشكل عام. طبعا ان شاء الله يحسن. يمكن احنا اذا كان لنا امنيات كمان لأكابيلا انه نشوف عددها كثير اكبر من هيك، تكبر وتزداد وتزدهر وتغني اغاني من مختلف اللهجات العربيه ان شاء الله. كده عايزين استاد يغنوا فيه. استاد الاعداد يعني كويس ان حضرتك حافظهم اصلا يعني شكرا لحضورك المايسترو مازن، اهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لجميع اعضاء فرقه أكابيلا. شكرا شكرا شكرا. احنا هيك مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من بيت للكل من ماسبيرو القاهره، وكانت حلقتنا لليوم حلقة غنائية مميزة من فرقة أكابيلا المصرية. أنا هاخد من كلام لانا، وعايزة أنا أعزمكم بما أنكم كنتوا منوريني هنا في مصر. نور نورك. ففي أغنية المايسترو أنا عارفة أنه أكابيلا بيغنوها، بهية بهية، هي مصر، هي عيون مصر. فخلينا معكم نختم بأغنية بهية ونختم اللقاء مع فرقة أكابيلا. نسمع مع بعض. ظلموا البنية يا عين، وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية. رد البيبة يا برية قد يوم يسلموا فيها نار العيون يا صبية، لا الناس يحسدوكي. رد البيبة يا برية قد يوم يسلموا فيها نار العيون يا صبية، لا الناس يحسدوكي. لا حد عدى ولا مرة شاف عينيها إلا وقال قالوا عن بهية، ظلموا البنية قالوا عن بهية، واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية، وراح وقال قالوا عن بهية، ظلموا البنية قالوا عن بهية، واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية، وراح وقال قالوا عن بهية، ظلموا البنية قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عن البنية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله، يا عيني ماله ظلموا البنية يا عيني، وكل